وفي ظل التطور الحاصل بقدرة الموانئ التشغيلية وتعزيزها بنظام الأتمتة، سجل العراق زيادة تقترب من التريليون دينار في إيراداته المالية. أحمد رائد يسلط الضوء على هذا الملف. تطوير القدرات التقنية والتشغيلية للموانئ العراقية وإنشاء مشاريع جديدة بضمنها ساحة الترحيب، فضلاً عن الشروع بتطبيق الأتمتة الألكترونية، عوامل مجتمعة أدت إلى زيادة حجم الإيرادات المالية المتحققة خلال العام الجاري لتصل إلى عتبة التريليون دينار. التوسعات اللي قامت بها الشركة من أجل زيادة الطاقة التصميمية حتى تساعد في عملية زيادة الطاقة الإنتاجية، إدخال ساحة الترحيب في العمل، أيضاً خلقت حالة تنافس كبيرة، بدأت عمليات الجباية الإلكترونية. الإيرادات في عام 20 بحدود 500 مليار، أما في عام 23 وصل إلى بحدود التريليون، أي ضاعفت الإيرادات. المؤشر لدينا لهذا العام أيضا إن شاء الله سوف نصل إلى عتبة التريليون. زيادة حجم الإيراد المتحقق من التبادل التجاري جاء بحسب نواب من خلال تطوير الموانئ لتكون واحدة من المصادر المهمة للتمويل ودعم خزينة الدولة. تعتبر الموانئ من الثروات الكبيرة اللي موجودة بالعراق وتوازي الثروة النفطية. مدخولات الموانئ كبيرة جدا، هناك عمل كبير في الموانئ وإيرادات واضحة، والدليل على أن هناك توسع في عمل الموانئ وهناك توسع في الأرباح وكذلك في الإنشاءات. معنى ذلك بأنه كمؤسسة أدت دورها بصورة صحيحة وبصورة كبيرة في إدارة الموانئ. وتسعى شركة الموانئ العراقية إلى فتح خطوط ملاحية جديدة مع شركات عالمية من خلال رسم استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص. إيرادات الموانئ المستدامة تعمل على توفير مصدر مالي ثابت وتساهم في تقليل الاعتماد على القطاع النفطي، مما يقلل من العجز المالي. لقناة الرابعة، أحمد رائد، البصرة.